في شباب في هناك بيجوا يلعبوا بلياردو بتاع، حكوا له ان اخوهم ما بيجيش البيت وامه زعلانه وكده وعايزين يصالحوا مش راضي يجي. الحمد لله. عارف يعني ايه شاب يكون عايش حياته ومتحاله كل الفرصة انه يعمل اي حاجة هو عايزها، حرام حلال مفيش حد ضاغط عليه، ويفكر يتوب الى الله ويتوب فعلا ويموت بعد توبته بشهرين؟ لا، واللي اكتر من كده لما تخرج والدته وتقول يوم وفاته كان رايح يصالح 2 اخوات على بعض، الشاب ده كان بينه ايه وبين ربنا عشان ربنا يخليه كل الناس تترحم عليه؟ لا كان مغني ولا كان مشهور ولا كان ممثل، وحتى التوبة بتاعته ما كانتش من حاجة كبيرة، شغلانة فيها شبهة وفي بعض مشايخ محللينها، ولكن اسمع الفيديو ده عشان تعرف كل حاجة. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، تعظيما للشخص اللي معانا النهاردة، مش هينفع في الحلقة هزار زي كل مرة، وإن حلقة النهاردة زي ما هو مكتوب في العنوان عن الشاب الجميل إسلام شعراوي. ما أنت المليون جنيه ممكن تجيبهم في قد كده، أنا مش عايز أجيبهم. في حاجات بقى وأنت في الشمال اللي أنت مستعجل عليه ده مش هتلاقيه. إيه بقى؟ أول حاجة الحصانة من عند ربنا، أنت ما عندكش حماية. انت مالكش حمايه، انت مفيش حد حميك، ربنا مش حميك، ربنا غضبان عليك. تاني حاجه الصحبه، انت كل اللي حواليك هيبقوا شمال خلاص. تالت حاجه الستر، اقسم بالله مالك علاقه بيه ولا هيجي جنبك. للناس اللي ما تعرفش اسلام شعراوي، واعتقد الكل سمع عنه، يعتبر انا اخر واحد هتكلم عليه لان شخص مش معروف اصلا، ولكن لما مات الدنيا بحالها اترحمت عليه. اسلام شعراوي كان عنده 2000 مشترك بس على قناه اليوتيوب، وكان بيعمل فيديوهات يعني ما تعدوش الكتير يعني. اسلام شعراوي كان شغال تقريبا ميكانيكي سيارات، بس الشغلانه اللي كان بيشتغلها كان فيها بعض الشبهات، فكان هو شايف ان هي حرام، وكان قادر يوصل للفلوس والفلوس الكتير بالشغلانه دي، ولكن سبحان من اراد له التوبه. المهم يا جدعان، انا مش هشتغل الكلام ده كله، انا هفتح مطعم. طيب ما انا هشتغل حلال. المهم خص الدنيا اتقفلت في وشي وقلت ايه، طب انا مش مهم، طب اعمل ايه؟ طيب ارجع للناس اللي هي كانت عايزه تديني ملايين؟ لا، تعالى اسلام ايه، نفتح لك مركز. هم عايزين شمال يا عم، تمشيش مع واحد يشرب مخدرات؟ اقسم بالله ما اعمل حاجه حرام تاني، اقسم بالله ما هيحصل، رغم ان مصر كلها محلله اللي انا بقوله، بس انا استحرمته. ما تابش بعد حادثه، ما تابش وهو بيموت، ما تابش تحت ضغط، عكس اي حد تاني يعني ممكن يكون متاح قدامه المعصيه بس مش قادر يعملها، فده ما يقدرش يتوب من حاجه هو مش قادر يعملها اصلا، يعني معهوش فلوس انه يشتري مخدرات، البلد اللي هو فيها مش متاح له ان هو يتعرف على بنات، ولكن لو خلى بمحارم ربنا هينتهكها، عكس اسلام الله يرحمه، متاح قدامه انه يعمل الحرام ولكن تاب الى الله. مش بس الجميل ان هو تاب وبعد كده ربنا توفاه، الجميل ان ربنا بعد وفاته وضع له القبول في الارض. ما تستعجلش على الحرام، ما تستعجلش على الفلوس، ما تستعجلش على الفلوس، وحاجتين تعملهم في حياتك، تقرب لربنا قوي وتبعد عن الناس الوحشه. مع انه ما هوش مغني، ما هوش ممثل، ما هوش شخص مشهور اصلا. معلش استحملونا انا رغاي شويه. باذن الله هناخد من وقتك بس 5 6 دقايق، وطبعا كل الناس اللي اتكلمت على اسلام شعراوي عشان الناس تاخد عبره من شاب تاب وبعد كده توفاه الله. هنتكلم برضو عن الموضوع ده وموضوع تاني اهم من ده، في حين ان في اشخاص ممثلين ومغنيين مشهورين وتوفوا ومحدش يسمع عنهم حاجه، وشاب عادي في ريعان شبابه والمفروض انه كان بيشتغل شغلانه حرام وعمل فيديوهات كتير يعني، وفيديو التوبه ما كانش اخر فيديو ليه، ولكن طريقه التوبه جميله جدا. انا لما ربنا كرمني دلوقتي وبقيت زي الفل، بسعى في كل يوم واروح اقدم في كارد هنا وترفض، اروح اقدم في كارد هنا وترفض، وربنا يكرمني عاجلا ام اجلا، ربنا يكرمني، وكل شويه حد يقرص عليا ويجي لي يا ابني خد هنفتح كذا، هجيب لك عربيه كذا، هنعمل كذا، اقسم بالله ما اعمل حاجه حرام تاني، اقسم بالله ما هيحصل، رغم ان مصر كلها محلله اللي انا بقوله، بس انا استحرمته ومش هعمله، ومش هعمله تاني. ناس كتير تابت الى الله ولكن ربنا ما ابتلهاش كاختبار ليها، انما شاب يتوب ويقولوا ناس تضغط عليه عشان يرجع للحرام، هو يقسم بالله ما هيرجع للحرام تاني. وان انا اوثق التوبة بتاعتي وارفعها على النت، ما تتيحليش الفرصة ان انا اعمل الحرام اصلا، ولكن قبل ما يرفع توبته على النت رفعها الى الرحمن الرحيم فيضع له القبول في الارض. كلامه عن ربنا وكلامه عن التقرب الى الله، شيوخ كتير ما تعرفش تأثر زيه. تعالوا نسمع حتة صغيرة كده. الدنيا كده تقعد تجري عشان تصلي وتدعي ووش ينور عشان صليت، يعني ربنا مش عايز اطول، يا رب يا رب يا رب يكرمنا كلنا، ويا رب يحقق لكل واحد حلمه، وانه خير لو انت شمال الشمال،
لو انت شمال الشمال، لو انت كده، افضل شغل دماغك على مخك، يشغل دماغه على قلبك ان هو يصفر ربنا مرتين ثلاثة، هتيجي في دعوة منهم هتبقى زي الفل وتدعي لي. بالله عليك قول الله يرحمه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما معناه ان الانسان ممكن يعمل بعمل اهل النار طول عمره، ويجي قبل ما يموت بس بخطوتين ثلاثة فيعمل عمل اهل الجنة فيموت فيدخل الجنة، وان في ناس تانية بتعمل عمل اهل الجنة طول عمرها وتيجي قبل الموت بحاجات بسيطة وتعمل باعمال اهل النار فتموت عليها فتدخل النار. قبل كده كنت عملت حلقة عن واحدة ست كانت بتشتغل في كباريه، وكانت طلعت حكت ظروفها وقالت ان جوزها متوفي وما عندهاش حد يرعاها، والظروف اضطرتها تعمل كده. وفي يوم من الايام دخلت مسجد تقريبا عشان تقابل حد يعني، او لقاء او حاجة الله اعلم، سمعت خطبة عن التوبة فتابت الى الله وهي في المسجد، وكانت معروفة، قررت ان هي تتوب الى الله واعلنت توبتها للجميع وتحجبت وبطلت الشغل الحرام. اسبوع واحد بس، اسبوع واحد وتموت وهي سجدة لله؟ اسبوع يكفي توبة؟ اسبوع يقبلها الله وهي ساجدة؟ ايه اللي هي عملته في الاسبوع ده عشان ربنا يقبض روحها وهي ساجدة؟ بالله عليك عمرك طلبتها من ربنا انك تموت وانت ساجد؟ بالله ما نفسك فيها؟ طب والله انا نفسي فيها، نفسي ربنا يقبض روحي وهو راضي عني. وان فعلا المسلمين اعمالهم بالخواتيم، اخر حاجة انت هتعملها هي دي اخر حاجة اللي هتقابل بيها ربنا. ايه الحاجة اللي اسلام شعراوي عملها في الشهرين بتوع التوبة دول عشان ربنا يخلي سيرته على كل لسان، ان كل اللي يسمع اسمه يقول الله يرحمك يا اسلام. ناس كتير بتتوب وناس كتير بتموت. لا، والمفاجأة اللي والدته قالتها ان هو كان رايح مسافر سفر اثناء اللي حصل له، كان رايح يجيب شخص متخاصم مع اخواته، واخواته كمان كانوا معاه يعني اخوات الشخص ده. في شباب في هناك بيجوا يلعبوا بلياردو بتاع، حكوا ان اخوهم ما بيجيش البيت وامه زعلانه وكده وعايزين يصالحوا مش راضي يجي. فاتصل باخوه قال له انا عايز عربيه اروح بيها مشوار يعني. خلاص ظهر الشاب تاني قال له تعالى يا اسلام ايه انا اوديك تجيبه، رايح يجيبه من بني سويف عشان يروح يصالح الولد ده، مش هيصالحه هيجيبه، هيجيبه هو من هناك. بس فرح اخواته الاثنين قالوا له احنا هنيجي معاك نجيبه يعني. بالله عليكم في موتة اجمل من كده؟ الحمد لله. ناس كتير بتتوب وناس كتير بتموت، بس مفيش حد بيتعرف زيه كده. الشخصية اللي تأثر في الناس مع انها مش معروفة وناس كتير تترحم عليها، عندي يقين ان بينها وبين ربنا حاجة كبيرة. ومع ان التوبة اللي هو تابها مش من زنا ولا سرقة ولا اختلاس ولا اي حاجة، شغلانة فيها شبهة وفيه مشايخ محللينها، يعني كان ممكن يقولك حطها في رقبة عالم ويطلع منها سالم، ويروح يسأل الشيخ اللي بيحللها ده ويبقى ذنبه على جنبه، هو يطلع زي الشعرة من العجين. ولكن هو أفتى قلبه قبل أن يفتيه الناس. في ناس كتير بتعمل الحرام وعارفة إنه حرام بس بتنكر قدام الناس إن هو حرام، وفي ناس بتعمل الحرام وعارفة إنه حرام وبتعترف إنه حرام، عكس ما يكون الإنسان بيعمل الحاجة هو مقتنع إن هي حلال وهي في الأصل حرام. فأنا أنصحك وأنصح نفسي، ايه اخر حاجة تتمنى تموت عليها؟ انا نفسي اموت وانا ساجد لله. اللي بيعيش على حاجة بيموت عليها، يعني لو جالك الموت دلوقتي من نص ساعة يا مصلي العصر يا مصلي المغرب، ده لو ما اردش ربنا انه ياخد روحك وانت ساجد. بس اكيد من النص ساعة دي هتكون لسه على وضوء، بدل ما بتطلع كل شهر صدقة قلل منهم وطلعها كل يوم. يعني لو بتطلع مثلا 100 جنيه ولا 100 ريال ولا 100 دولار في الشهر، لا خليها قروش صغيرة بس كل يوم، بحيث ان اليوم اللي تموت فيه تبقى مطلع صدقة. عارف يعني ايه شاب مش معروف وناس كتير تشهد له؟ لا، ومسجل توبته كمان. كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه ان كان في جنازة عدت قدام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قالوا الراجل ده كان فيه وفيه وفيه واثنوا عليه شرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت وجبت وجبت. تاني يوم مرت عليهم جنازة رجل صالح، فالصحابة اثنوا عليه خير، قالوا ده راجل كويس وراجل محترم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فقالوا وما وجبت يا رسول الله؟ وما وجبت يعني امبارح قلت وجبت والنهارده قلت وجبت. عرفوا ان الاولاني لما اثنوا عليه شر قال وجبت له النار، والاخر اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه، وقال انتم شهداء الله في الارض. انا بس اتمنى انه يحضر جنازتي 200 شخص، بيتهيألي يعني ابقى في قمه السعاده لو ال 200 دول ترحموا عليا. لازم من دلوقتي تقرر ايه اللي انت نفسك تموت عليه. لو نفسك تموت وانت بتتصدق كتر من الصدقات، ونفسك تموت وانت بتقول الله اكبر
كتر من ذكر ربنا. لو نفسك تموت وانت ساجد كتر في الصلاة. لو نفسك تموت على معصية طبعا مش هقولك تعمل ايه، بس تذكر دائما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي النهاية أسأل الله العظيم توبة صادقة لي ولكم، وأن لا يقبض أرواحنا إلا على طاعة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن لا يأخذ أرواحنا إلا وهو راض عنا.